الفيديو اللي انتوا تعملوه الاب بمناسبه العيد، الراي جميل طري وناشف. ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناه. ايه هنعمل الرقاق دلوقتي؟ حطينا اهوت 2 كيلو دقيق، وهنحط عليهم حبه ملح، حتى الملح الفريده، نحط حبه ملح. قولي كده بسم الله واحنا بنعمل عشان الحاجه يبقى فيها بركه. نحط 3 حبات كده ونقول بسم الله. في الملح نحط بقى الميه. بالراحه بالراحه يا فريده، حطي يلا. شاطره يا فريده، اتعلمي عشان انت اللي هتعمليه بعد كده مش انا. سامعه؟ احنا كده اهو حطينا الميه على الدقيق على الملح، وبنعجن اهوت فيه، نفضل نعجن بقى فيه كده حبه لغايه لما تبقى العجينه لينه في ايدينا كده وحلوه. وبعدين ما اطولش عليكم بقى، لما نخلصه عجين خالص نمرمره بقى كده. صغننا كده على قد وحدات 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 صغنونه كده لغايه ما نخلص الكميه كلها. وبعدين ايه، نقوم جايبين حته قماشه نظيفه ونقوم بلينها بالميه، ونقوم حاطينها على وش العجين كله كده زي ما انا عامله دلوقتي كده، علشان ايه العجين ما ينشفش ولا يشقق ولا يبقى شكله مش حلو يعني. ونقوم مغطيين بقى العجين بيها كله كده مثلا لما نخلص خالص العجين كده، ونسيبه يريح شويه. وبعدين نبتدي نفرد فيه، ولما نيجي نفرد فيه على بعض عجينه صغيره علشان ايه ما نعرفش نكسر فيه، تبقى الواحده بوحدتها كده على طول. نعمل برضه حبه كده ونعينهم بحيث ان احنا لما نولع الفرن نبقى شغالين على طول، الفرن ما يقفش عشان ما يبقاش شغال على الفاضي. نعمل حبه كده ونركنهم جنبنا، وبعدين نولع الفرن ايه مره واحده ونسوي على طول، بس ما نحطوش على بعضيه عشان لو حطيناه على بعضيه هيلزق في بعضه. ونحط حبه دقيق كده ولا حاجه عشان ايه كله يبقى حلو وما يبقاش لازق في بعضه. ده انا وريتكم اهو بتفرد ازاي، وسهل جدا فرده، واي حد ممكن ولادكم يقعدوا بمناسبه العيد يساعدوكم يعملوا معاكم تعلموهم، يبقى حاجه ايه ولا فيها نار ولا فيها حاجه، وبعدين جنبكم كده وتعلموا. هوريكم بقى بنسوي ازاي الفرن البوتجاز عادي خالص، بيولعوا الفرن وتسووا في قلبيه، تلفوا على الخشبه كده. انا هوريكم واحده كمان دلوقتي كده، ونقوم لافين بقى كده اهوت الواحده، نقوم حاطينها كده بالراحه على الخشبه كده اهو، ونلفينها كده، ونقوم جايين بالراحه كده اهوت، ونقول بسم الله كده اهوت، اهي فردت كده. واول ما يتشمع كده شويه اهو، نقوم شايلينه كده اهو كده، استنى اهو، نقوم مفردينه على صينيه كده فوق، وحدات وحدات صغننه كده على قد الصينيه اللي انت هتعمليها، علشان ايه ما يبقاش كبير ونقعد نكسر فيه ونعمل فيه، يبقى كده ايه هو ماسك نفسه كده حلو. اه لما تحبي تعمليه وتعينيه في الثلاجه بتعمليه وحدات كده دوبك يشمع بس كده، يعني يشمع كده اهو
اهو كده ثواني وهطلعها اهي زي دي كده اهو ثواني كده واطلعها ووريها لكم. تحطوها على بعضها كده على فوطه ولا اي حاجه وهتطبقوه وتحطوه في كيس وتعينوه في الفريزر. تيجوا تطلعوه مثلا ان شاء الله تعملوه بلحمه مفرومه، تعملوه بجبنه، تعملوه سندوتشات، تعملوه صينيه رقاق، تعملوا اللي انتوا عاوزينه منه. يبقى في منتهى الجمال اهو زي كده مثلا طلعوا ايه نص السوا زي كده نص السوا طري خالص. بص طري خالص ازاي اهو تلفيه كده تلفيه كده اهو بيتلف خالص بيتحط على بعضه على بعضه يفضل طري ويفضل في الجمال. ورق طري اسمه رق طري بيتحط كده وتحطه في الفريزر تيجي تطلعي تلاقيه طري زي ما هو كده.